Hello everybody, I hope you're fine. اليوم في درسنا أحببت أن أنوه إلى الفرق بين جملتين مستخدمات في كثرة في اللغة الإنجليزية أو في الـ everyday spoken. اليوم في هذه الجملة I'm in the hospital, I'm at the hospital. ما هو الفرق بينهما؟ يوجد فرق من ناحية الشكل. هنا لدينا in حرف الجر in، أما هنا يوجد الفرق at، هذا من ناحية الشكل. أما من ناحية المعنى، عندما تقول I'm in the hospital يعني أنا الشخص الذي أتلقى العلاج، أو أنا الشخص المريض. يعني عندما شخص يسألني I'm in the hospital معناته أنا شخص مريض أتلقى العلاج. أما عندما أقول أو أنت تقول I'm at the hospital، I'm at the hospital، فهنا يعني بأنك أنت تزور شخص يتلقى العلاج، أنت تزور شخص يتلقى العلاج. هذا الفرق بين الجملتين، يجب الانتباه من ناحية الاستخدام بينهما. هذا I'm in the hospital، أنت المريض أو أنا المريض. I'm at the hospital يعني أنا أقوم بزيارة شخص مريض في المشفى. هذه فقرت درسنا اليوم، أحببت أن أنوه إلى هذا الاختلاف بين الجملتين. كان معكم المدرس صالح الحاجيسي من مدينة مرسين في تركيا. Thank you for watching my video. See you. Good luck. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب.